طاب توقيتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، والتي نبدأها بأبرز العناوين. صحيفة الأيام تزور متحف في لحج لم يبقى منه غير المبنى وتمثال عند بوابته. ومن الموقع بوست، صحفي أمريكي يتحدث عن جيل ضائع ينمو الآن في اليمن. ومن أخبار اليوم، قائد عسكري يؤكد صرف رواتب الجيش خلال الأسبوع القادم. ومن أخبار البي بي سي المنوعة، مكتبة نصفها في الولايات المتحدة والنصف الآخر في كندا. أهلا بكم. يتحدث موقع أخباري عما أسماهم الضحايا المنسيون، ويقول إنهم يموتون دون أن يتم الالتفات إليهم، مع أن العالم خصص لهم يوما عالميا. ووفقا لموقع يمن مونيتور، ففي اليوم العالمي للأطفال الخدج يظهر أطفال اليمن كضحايا حرب منسية في وقت غابت فيه السجلات الموحدة لكافة محافظات البلاد حديث الولادة. وأظهرت تقارير وفيات الأطفال والرضع والأمهات اليمن كإحدى الدول العشر الأولى التي تسجل أعلى حالات الوفيات. وقال الموقع إن اليمن احتفلت باليوم العالمي دون إصدار بيانات أو إحصائيات توضح تفاقم الوضع وضعف تنفيذ التدخلات لإنقاذ الأمهات والمواليد. ويضيف الموقع، كان آخر إجراء مسحي صحي قبل سقوط العاصمة صنعاء في يد جماعة الحوثي المسلحة بعامين. ونقل مراسل يمن مونيتور إحصائيات أعلنت في ورشة عمل خاصة بإقرار الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية، إن المسح الصحي الوطني الديموغرافي لعام 2013 يشير إلى أن معدل وفيات الأمهات وصل إلى 148 لكل 100,000 مولود حي. بثت قناة سي بي سي إس نيوز الأمريكية تقريرا لمراسلها سكوت بيلي عن الكارثة الإنسانية التي شهدتها اليمن. وقال التقرير الذي ترجمه للعربية الموقع بوست، إن الوضع صعب جدا في اليمن، حيث يموت طفل في اليمن كل 10 دقائق، ولكن الجوع الواسع الانتشار هو قصة غير مبلغة، لأنه كما يوضح بيلي فإن الحصار الذي تقوده السعودية والذي يقطع الإمدادات الغذائية يمنع أيضا الصحفيين من دخول اليمن. ويقول بيلي، إنها حالة متطرفة، في تجربتي لم أجد قط بلدا معزولا عن بقية العالم كاليمن اليوم. وقال سكوت بيلي، الذي حصل على مقاطع فيديو من مصورين محليين، شاهدنا صورا للأطفال الذين كانوا يهدرون بسبب المجاعة، وإذا ما بقوا على قيد الحياة فإن العديد منهم سيكونون جزءا من جيل ضائع لليمن، فبدون الغذاء يعاني النمو البدني للطفل ونمو المخ من التقزم. صاحب كتاب الصعود إلى الهاوية، قراءة في مشهد السلام والحرب في اليمن، قادري أحمد حيدر نشر مقتطفا من أفكاره التي وردت في كتاب تحليل الوضع اليمني من وجهة نظر اجتماعية. وقال قادري في جزء من ما نشره في موقع الاشتراكي نت، ما يحصل في اليمن المعاصر وتحديدا من بعد قيام ثورة 26 من سبتمبر من عام 1962 بدرجة أساسية، وبعدها قيام الثورة 14 من أكتوبر عام 1963 بدرجة أقل، وضمن ملابسات سياسية تاريخية مختلفة عن واقع شمال البلاد، هو أن الاجتماع السياسي اليمني في شمال البلاد له خصوصيته السياسية الاجتماعية الثقافية التاريخية التي فرضت حضورها السلبي على مجريات تطور ما بعد ثورة 26 من سبتمبر باتجاه الحيلولة دون بناء دولة الجمهورية الجديدة، الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة بمقوماتها ومكوناتها البنيوية العامة. وهي الخصوصية التي تتجلى وتتجسد في تاريخ الإمامة وصيرورتها في صور دويلات الإمامة التقليدية القرسطية المدججة بأبشع مظاهر التخلف التاريخي قياسا بكل الحالة العربية بما فيها الأشد بؤسا في تخلفها. ولذلك تسبقنا وتتقدمنا اليوم مناطق لا دولة تاريخيا في الجوار، حيث الإمامة كشكل ومضمون للحكم استمرت في الحضور ضدا على القانونية التاريخية للتطور، وساهم طول فترة استمرار وجودها السالب في احتكار السلطة والثروة ولأكثر من 1000 عام على مناطق الهضبة الشمالية وعلى غيرها من المناطق في سياقات زمنية تاريخية عديدة في تكريس منطق ذلك الحضور. فرضت فيه وخلاله الإمامة التاريخية حالة من الأمية المعممة والتجهيل الرسمي العام، وفي جعل الانغلاق والتحجر والجمود والعزلة الشاملة للبلاد
عن بعضها البعض وعن محيطها العربي وعن العالم الخارجي قانون حياة. والمصيبة أن هناك من يرى حتى اليوم في ذلك السلوك أنه الطريق الوحيد لتكوين اليمن الاستقلالي الحديث، وأن ذلك هو بداية تكوين الدولة الوطنية اليمنية الحديثة، وأن مثل هذا السلوك والمنطق من التفكير في إدارة البلاد قد عصم اليمن من الارتباط بالأحلاف الخارجية الاستعمارية. صدر موقع المصدر أونلاين صفحته الرئيسية بالعديد من العناوين مختلفة الاهتمامات، ومنها الحكومة الأمريكية تحذر رعاياها من السفر إلى السعودية بسبب الإرهاب وصواريخ الحوثيين، والأمم المتحدة تقول نجري اتصالات مع واشنطن ولندن لفك حصار اليمن، والتحالف منع 32 رحلة إنسانية، وعنوان معارك متواصلة في لحج وتعز والقوات الحكومية تسيطر على جبل القحوص في القبيطة، ومسؤول محلي يقول 1,500,000 شخص نزحوا إلى مارب وصعوبات كبيرة في إيوائهم، وعنوان أيضا مقتل 6 من عناصر القاعدة بغارتين جويتين شنتهما طائرة أمريكية في يكلا بالبيضاء. صحيفة الأيام تتحدث عن أحد المتاحف التي أصبحت خالية من كل شيء سوى من جدرانها، كما علقت الصحيفة مضيفة أن منطقة ردفان بمدينة الحبيلين في محافظة لحج تعد رمزا للثورة والثوار منذ ثورة 26 من سبتمبر التي اندلعت في شمال اليمن منذ نظام الإمامة، وكان لأبناء ردفان من ثوارها الأبطال بصمات، ثم جاءت ثورة 14 من أكتوبر في الجنوب وكان لهم دورا بارزا فيها أيضا. وقالت الصحيفة هذه الثورة التي اكتنز جانبا من صورها في متحف ردفان والذي افتتح في أكتوبر من عام 1978 ليتحول بعد حرب صيف 94 إلى سكنة عسكرية. وأضافت الصحيفة أن متحف ردفان تعرض لأعمال تخريبية مضاعفة في السنوات الأخيرة، حيث نهب كل ما كان بداخله من صور ووثائق تعود لثورة أكتوبر المجيدة. وتتابع الأيام تم سلب كافة محتوياته لدرجة سرقة نوافذ وأبواب المتحف مع الانفلات الأمني الذي شهدته المدينة منذ سنوات، ولم يعد يغطي جدران المبنى سوى التراب. وقال مدير عام مديرية ردفان عميران ناصر الجوهري نحن نشعر بالأسى على حال هذا المتحف الذي يختزل ذكريات مجيدة عن ثورة 14 من أكتوبر وعن أهم مراحل مديرية ردفان. الروائي العربي المعروف واسين العرج كتب اليوم في صحيفة القدس العربي عن طغاة جدد، عن جيل من الطغاة نشأ وترعرع على سماع ورؤية الموت ومشاهدته، جيلا يصنع أعداءه ليتسنى له قتلهم، وقال واسيني في جزء من المقال العالم الذي نعيش ضمنه اليوم كعرب بمزيد من الريبة والخوف والألم والخيبات المتراكمة أصبح مصنعا للمغامرات كلها، بما في ذلك مغامرة فبركة الطغاة الجدد الذين لا يختلفون في شيء عن هتلر والزرقاوي والبغدادي الذين يحفظ التاريخ اليوم أسماءهم وأفعالهم جيدا. الطغاة القادمون أو الجدد أغلبهم شباب برغماتيون قادمون من مجتمعات الانتكاسات الكثيرة، لا عاطفة تحكمهم ولا ديمقراطية إلا ما يمكن أن يدعم سلطتهم خارج أي منظومة ديمقراطية. عاش أغلبهم في عز الحروب، تربوا على الدم والعنف وعلى انهيار قيم الإنسان الذي يفترض أن يكون القيمة المتعالية. نشأوا أيضاً في خضم إعلام يومي لا يتحدث إلا على التقتيل العام الذي يقوم به الطيران الأعمى والموت والحرق، وراكموا من اليأس لسحب بلدانهم إلى الأعالي ما يجعلهم يضربون صفحاً عن كل حلم حقيقي، ويرون أعداء لهم في كل الأمكنة ليصبح الانتقام مع الزمن أقل من شربة ماء. كم من إنسان شوه فقط لأنه طالب بالتغيير وتحسين الأوضاع في البلاد؟ بالرعب وحده يحيون، يعرفون جيدا أن حقوق الإنسان في النهاية لغة الضعيف ينادي بها المنكسر، لكن ينادي بها أيضا الحاكمة لاستثمارها عميقا بما يخدم نظامه، بينما القيم النبيلة هي آخر ما يدافعون عنه أو يفكرون فيه. يعيشون حالة العمى على أن كل شيء ينطفئ، ولا يرون إلا أنفسهم في أنفسهم في الشعب الذي يحكمون. هم لن يتركوا أي أثر في الإنسانية وغير منشغلين بذلك، فلا يوجد أي مقدس لهم. العديد من العناوين وردت في الصفحة الأولى لصحيفة أخبار اليوم، ومنها قائد عسكري يؤكد سيتم صرف رواتب الجيش خلال الأسبوع القادم،
وميدانيا مقتل قيادي حوثي بنهم، والطيران يدمر 4 عربات عسكرية ومدرعة للميليشيا. وعنوان أيضا: عشرات القتلى من قيادات وعناصر الميليشيا في حجة وصعدة، والتحالف يدمر منصات صواريخ. وعنوان أيضا: الانقلابيون يتوعدون السعودية بمزيد من الصواريخ. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية والعالمية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. حين تتجه بناظريك إلى ما هو حولك تكتشف جمال كل شيء، تتعرف من خلال ما شاهدت قانوناً واحداً من القوانين المعرفية، تعرف كيف امتزجت هذه الحياة بألوان البشر المختلفة. ستعلم عندها أن الأقرب منك، أن وضعنا العالم بين يديك. على هامش الحرب الدائرة في اليمن منذ أكثر من عامين ونصف العام، خسر تنظيم القاعدة، وكما تقول صحيفة العرب الجديد، العشرات من قياداته وعناصره البارزة بغارات جوية أمريكية، ليبدو التنظيم في مرحلة لم يعهدها يدفع فيها ثمن التوسع والمرحلة الذهبية التي عاشها بالسيطرة على العديد من المدن. وفي أحداث التطورات، أعلنت مصادر محلية وأخرى متخصصة بمتابعة ملف الحرب على الإرهاب مقتل قيادي بارز في القاعدة، وصفته بأنه أمير التنظيم في محافظة شبوة يدعى مجاهد العدني، إلى جانب 2 من مرافقيه هما حذيفة العولقي وأبو الليث الصنعاني، قضى ثلاثتهم بغارة نفذتها طائرة أمريكية من دون طيار. الغارة وقعت في مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء، تحديدا في منطقة يكلا الذي نفذ فيها الجيش الأمريكي عملية إنزال جوي في يناير الماضي، وهي أول وأوسع عملية جرت بعد تسليم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة. في صحيفة التايمز مقال لمايكل بنيون بعنوان: الانقلاب الهادي أو الهادئ الذي أركع الطاغية على ركبتيه. وقال كاتب المقال: إن الانقلاب العسكري الهادئ أجبر رئيس زيمبابوي روبرت موغابي أخيرا على تقديم استقالته، وأضاف أن موغابي رفض الإعلان عن استقالته على شاشات التلفزة كما كان متوقعا يوم الجمعة، بل ظل متمسكا بكرسي الرئاسة، ما دفع البرلمان للتفكير بالبدء بإجراءات عزله، مشيرا إلى أنه تقدم باستقالته في رسالة مكتوبة أرسلت إلى البرلمان. وأردف كاتب المقال: أن موغابي أعلن في رسالته أن قراره كان طواعيا، خاتما بذلك كل الدراما التي شهدتها البلاد. وأوضح أن موغابي 93 عاما استطاع الحفاظ على كرامته، وكانت له الكلمة الأخيرة في تحديد توقيت الاستقالة ومكانها، مشيرا إلى أنه خرج من منصبه محافظا على كرامته وعلى إرثه السياسي، إذ أنه أحد محرري زيمبابوي وأول رئيس مؤسس لها. وتابع بالقول: إن إنهاء حكم موغابي كان سيكون أسرع في حال اقتحام الجيش قصره الرئاسي، لأن قائد جيش زيمبابوي ونائب الرئيس السابق كانا مدركان بأن الانقلاب العسكري في البلاد لن يعترف به من قبل الأفريقي أو الغرب. وأوضح بأن هذا الانقلاب الهادئ لم يشهد إراقة للدماء، ولم يجرؤ أي شخص على طرده من قصره الرئاسي وجها لوجه. ومن أخبار القدس ما قالته بأن فيديو راني زعفان الذي تناول الوضع الذي تعيشه الجزائر اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا بكثير من النقد، تحول إلى موضوع للجدل ودفع بعض الوزراء إلى التعليق عليه. الفيديو أعده وقدمه المدون الشهير أنس دينا، الذي تعود تقديم فيديوهات على موقع يوتيوب تعالج ظواهر اجتماعية بشكل ساخر، لكنه هذه المرة أعد فيديو حمل عنوان راني زعفان والمقصود بها أنا غاضب. وفضلا عن كون هذه العبارة متداولة في اللهجة الجزائرية، فإن الذي اشتهر بها هو أحد المختلين عقليا الذي يجوب شوارع العاصمة بلباس رث ولحية، وهو يكرر
يا جان راك زعفان، والمقصود بها يا فتى هل أنت غاضب. الفيديو وكما تقول الصحيفة عبارة عن محاكمة للنظام الحاكم منذ الاستقلال وانتقاد لاذع للأوضاع التي يعيشها المواطن الجزائري، وقد حقق الفيديو في بضع أيام أكثر من 3 ملايين مشاهدة. وزير الإعلام جمال كعوان اعتبر أن صدور مثل تلك الفيديوهات عشية الانتخابات المحلية أمر مسيء إلى الجزائر، معتبرا أنه إذا كان هو غاضب فهو حر، لأن هناك من هم فرحون، بل إن هناك من هم فرحون لأنه هو غاضب. قالت الشرطة اليابانية وكما أوردت صحيفة البيان إن امرأة ذهبت إلى مركز الشرطة واعترفت بقتل أطفالها 4 عن طريق دفنهم في دلاء مملوء بالخرسانة قبل 2 من الزمن، ودفعها الشعور بالذنب إلى الاعتراف أمام الشرطة. وذكرت الشرطة أنه تم القبض على مايومي ساي 53 عاما بتهمة إخفاء الجثامين، لأن تهمة القتل سقطت عنها بالتقادم بسبب حدوثها قبل حوالي 20 عاما. وقال المسؤول إنه تم التعرف على عظام بشرية في دلاء عثر عليها في العمارة السكنية التي تقطنها. ونقلت الشرطة عن سايتو قولها إنها وضعت الجثث في الخرسانة ما بين سنتي عام 1992 و97، لأنها كانت فقيرة جدا لدرجة لا تجعلها غير قادرة على تربيتهم، لكن الشعور بالذنب تملكها ودفعها للاعتراف. عودة النزاعات إلى بدئها. تحت هذا العنوان كتب ديفيلت مقاله المعاد نشره في صحيفة الحياة، وقال في أجزاء من المقال: بدأ أن الحرب العالمية الأولى هي خاتمة الحروب كلها، وقبل حوالي 100 عام في 11 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1918 حين انتهت الحرب العالمية الأولى في الجبهة الغربية، بدأ أن عصراً جديداً يزف ويهل، عهد يعمه السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، عهد يغلب عليه حق الأمم في تقرير مصيرها والتفاهم بين الدول. بدأت مسيرة حيازة النساء الحق في الاقتراع، وأرست عصبة الأمم لإرساء القانون الدولي، وأيقظ الوعد بتقرير المصير الأمل في نهاية الاستعمار، ولكن الفرصة السانحة بددها الفائزون والخاسرون، الدول الأمم القديمة وتلك الجديدة على حد سواء. وتبددت فرصة إرساء إطار سلام مستدام في أوروبا وخارجها. بعد 20 عاما من الأمل في سلام مستدام، اجتاحت ألمانيا بولندا واشتعلت فتيل الحرب العالمية الثانية، وهذه فاقت الحرب الأولى دموية ودمارا وإجراما وقتلا. وأثر الحرب العالمية الثانية ساعد الحلف العابر للأطلسي أوروبا على إرساء السلام والاستقرار، فمن طريق الدمج الأوروبي أبصر الضوء مشروع سلام ورخاء استخلص درسا وعبر فضائع الماضي القريب. ولكن اليوم بعد نحو 30 عاما على سقوط الأنظمة الدكتاتورية الشيوعية وتوحيد القارة الأوروبية، الديمقراطية اليوم مهددة شأن الاندماج الأوروبي والسلام، وتعيد حروب وتوترات معاصرة إلى الأذهان نزاعات كثيرة كان من المفترض أن تذللها وتطويها اتفاقات السلام المبرمة بعد عام 1918، وما بقى يومها معلقاً من غير حل لا يزال في حاله إلى اليوم. البشرية تعيش في عالم شائك وغير مستقل ومتعدد الأقطاب على نحو ما كانت الحال في ذلك الوقت. في قصة غريبة لمكتبة تعد جسراً بين دولتين، يقول موقع شبكة البي بي سي إن مكتبة هاسكول تربط بين دولتين، إذ يقع نصفها في الولايات المتحدة والنصف الآخر في كندا. مكتبة هاسكول تبدو للزائر كسائر المكتبات المنتشرة في البلدات الأمريكية الصغيرة، وعلى الرغم من فخامتها وأثاثها المصنوع من الخشب غير المعالج الذي يعود إلى عام 1905 ومقاعدها الوثيرة، فإنها لا تختلف كثيرا عن غيرها من المكتبات. لكنه سرعان ما يتساءل لماذا يتعامل أمناء المكتبة بهذه السهولة مع المعلومات بالإنجليزية والفرنسية، ولماذا تحوي أرفف المكتبة هذا الكم الكبير من كتب التاريخ الكندي الفرنسي، والأهم من ذلك ما هذا الخط الأسود السميك الذي يمر في منتصف أرضية المكتبة. وبعدها سيدرك أن مكتبة هاسكول فريدة من نوعها، فهي تقع على الحدود بين دولتين، نصفها في الولايات المتحدة الأمريكية ونصفها الآخر في كندا،
وهذا الخط المغطى بشريط لاصق أسود الذي يمر عبر أرضية المكتبة هو الخط الحدودي الفاصل بين بلدة ديربي لاين بولاية فيرمونت الأمريكية وبلدة سانستيد بمقاطعة كيبك الكندية. ويتابع موقع شبكة البي بي سي، يقع الباب الأمامي ولوحة الإعلانات وكتب الأطفال في الجانب الأمريكي، أما سير الكتب وغرفة القراءة فتقع في الجانب الكندي. جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الديلي تلغراف التي نشرت مجموعة من الصور تحمل أحداث متنوعة من العالم، نتابع الصور. في هذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير، دمتم بخير.